الأئمة في مصر كام وعدد المساجد؟ هناك عدد الأئمة المعينون، عدد الأئمة المعينين، عدد الأئمة المعينين تحديدا 53,625 إمام وخطيب، وهناك نحو 38,000 خطيب مكافأة، فالإجمالي يقترب من 100,000 أو يزيد قليلا، بعضهم يعني قد يسافر ثم يعود، نحو ما بين 3,000 إلى 4,000 من المفدين والمعارين لمختلف دول العالم يؤدون رسالتهم للخارج أيضا. الحقيقة هذا العدد عندما لو طبقنا بحسب وبآلية، ونحن يعني كل يوم نأخذ خطوات متقدمة في ذلك، قضية المسجد الجامع وقصر الخطبة على المسجد الجامع دون المصليات والزوايا، فلن يكون لدينا أي مشكلة في أعداد الأئمة، ونحن نحاول بكل قوة التحول، وأردناه تدريجيا في البداية بخطبة الجمعة من ألا تقام لا في الزوايا ولا في المصليات إلا للضرورة، إنما تكون في المسجد الجامع.